سنابل خير تجمعنا، والله الحافظ يحمينا، والقلب يفيض بنا فرحا وبكل أمان يروينا. مع الأيتام لنا قصص تسمو ترقى وتغذينا. مشروع البير الخيري، مشروع الحياة، صدقة جارية عن رسمية وعمر خطيب حفظهم الله وأكرمهم، جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله تقبل الله. الله أكبر.